يا أهلا بكم في حلقة جديدة من الأجندة ما زال العالم محتقرا بالمشاكل وما زالت المشاكل السياسية والإنسانية تتفاكم بصورة مستمرة تنذر بالشرور إيران تحت الحصار الأمريكي السعودية تحت نيران الضغط الأمريكي أيضا والدولي المعركة في الحديدة تتوقف بضغط بريطاني لصالح الحوثيين هناك حركه دبلوماسيه غامضه تدل على وجود رغبه في فرض تسويه سياسيه في اليمن وهناك من يشكك في وجود او صحه الرئيس هادي والسؤال هو ما الذي ينبغي ان ندركه في هذه المرحله وما الذي علينا ان نفعله في مواجهه المتغيرات هذا هو موضوع هذه الحلقه كونوا معنا بإمكاننا أن نتصور ما يجري في العالم اليوم من خلال نموذجين. نموذجين إدراكيين يعني أو تفسيريين. نموذج المريض بالملاريا ونموذج المرأة الحامل. إذا استخدمنا نموذج مريض الملاريا يعني فهذا يعني أننا نرى العالم وكأنه شخص مريض مصاب بالملاريا في حالة حمى شديدة. من المحتمل أن تذهب هذه الحمى بعد فترة وجيزة وهذا هو الراجح. ومن المحتمل كذلك وهو احتمال ضئيل ان يموت هذا المريض بهذه الحمى ويدخل العالم في حاله ركود سياسي واقتصادي تحت هيمنه حكومات دكتاتوريه قمعيه في الشرق تحديدا يعني تخرس كل الاصوات حتى اصوات العصافير في السماء هذا احتمال اذا راينا العالم باعتبار المريض ممدد في حاله حمى طبعا في هذه الحاله يكون عندنا حكومات استبداد محليه وحكومات يمينية في البلدان الديمقراطيه تغلق حدود الغرب امام اللاجئين الفارين من قمع الدكتاتوريات الشرقيه هذا نموذج ادراكي يمكننا ان نتصور العالم من خلاله وهناك نموذج ادراكي اخر يعني النموذج مقصود بها الشيء الذي تدرك من خلاله العالم يعني نظريتك في ادراك العالم او هو ما في الشرح لكلمة إدراكي يعني أكثر من هذا إنما هو وسيلة في إدراك العالم ما هو الصورة المجازية التي تدرك من خلالها العالم هناك صورة مجازية أخرى أو نموذج إدراكي آخر ممكن أن تنظر إلى العالم من خلاله أن تتصور العالم وكأنه امرأة حامل في شهرها التاسع بجنين جنين نشط حركي يريد أن يخرج إلى النور قريباً النموذج الإدراكي هذا أو الصورة الفنية المجازية هذه الأخيرة هي نموذج لمن يعتقد أن العالم في هذه المرحلة يمر بحالة مخاض سيعقبه ولادة ولادة واقع جديد في العالم يعني هذا لمن يعتقد أنه إحنا مقدمين على حروب في الشرق الأوسط وفي العالم إذا الصورة الأولى النموذج الأول يشوف العالم على انه مجرد مريض، هذا المريض قد تذهب هذه الحمى ويستمر كما هو، وقد تفتك به الحمى ويتحول الى يعني الى حاله موت سريري او وفاه. هذه صوره للواقع الاستبدادي، حينما يحكم الاستبداد ويسيطر على المدى الطويل. النموذج الاخر هو نموذج الـ المرأة الحامل العالم وكأنه في حالة مخاض الآن سيلد أما قريب حرب من نوع ما ويبقى الخلاف حول شكل هذا الواقع الذي سيولد أو الذي سيتحقق في المستقبل وشروط تحققه ومن الواضح أن الشرق الأوسط هو رحم العالم رحم الجنين وميدان ولادته هناك قوة صاعدة جديدة في منطقة الشرق غيرت شروط اللعبة في الشرق الاوسط والشرق الادنى كما يسمونه هذه القوة الصاعدة هي تركيا ادى ظهور تركيا الى التحول من صراع الدول الفردية دولة مع دولة الى صراع الكتل السياسية والاقتصادية تشكلت روابط جديده بين دول الشرق الاوسط على انقاض الروابط القديمه فيه دول الخليج لم تعد تتحرك باعتبارها كتله واحده منسجمه كما كانت من قبل يعني في الثمانينيات مثلا وحتى في التسعينيات ومنظومه مجلس التعاون الخليجي في طريقها الى الاندثار بعد التباين والصدام الحاد بين أعضائها، صار عندنا في مجلس التعاون الخليجي ثلاث دول في مقابل ثلاث، ثلاثة في مقابل ثلاثة، قطر وعمان والكويت في مقابل السعودية والإمارات والبحرين، مع أن الدول الأولى ليست في حالة تحالف حقيقي، يعني. لكن يبدو في موقف واحد تجاه الدول الثلاث الأخرى. ولانها جميعا دول ضعيفه من الناحيه الاستراتيجيه على مستوى السكان وعلى مستوى المقدرات الاستراتيجيه يعني غير الثروات هي دول ضعيفه لانها كذلك كان لابد ان تبحث هذه الدول او كل نظام عن حلفاء خارجيين يشدون ازره او يحمونه من السقوط او يمنعونه من اذى الشقيق القريب. خاصة الدول الصغيرة الضعيفة مثل قطر والكويت والبحرين. آآ ذهبت عمان مبكرا إلى إيران. ذهبت قطر مبكرا إلى التحالف مع تركيا ثم ذهبت بعد أزمتها مع السعودية والإمارات إلى التفاهم مع إيران مضطرة بعد أن أصبحت إيران هي المنفذ الوحيد لطيرانها أو بالأصح بعد أن أصبح بعد أن دفعها تحالف الثوره المضاده للاحتماء بايران اضطرارا يشتوي خلوها يصفوها في صف ايران دفعوها لهذا الموقف تفعا علشان يعاقبوها مع ايران كان بيخططوا لهذا يعني واذا بنا امام محورين سياسيين كبيرين في المنطقه على هذا الطرف السعوديه والامارات والبحرين ومعها مصر وعلى الطرف الاخر قطر وتركيا في تحالف خاص ومعهما ايران الى حد ما في حاله تخادم مش تحالف تخادم فرضته ظروف المرحله الحاليه رغما عن انف الجميع. من وراء هذه الكتل الاقليميه توجد دول كبرى تبحث عن مصالحها في الشقوق والفراغات التي يتركها المتصالحون او عفوا المتصارعون. الا ان محور الثوره المضاده المتمثل في السعوديه وحلفائها قد ادرك ان محور قطر تركيا ايران هذا ومعهم الاخوان هذا المحور سيكون الاقوى والاكثر تاثيرا كانوا مدركين لهذه الحقيقه لان هذه دول كبيره ولها مقدرات بشريه على الاقل قويه ماذا صنع محور الثوره المضاده؟ قرر ان يلعب في ورقة الجوكر كما يقولون في الكوتشينة في البطة لعبة الكوتشينة استخدم الجوكر اللي بيسموه عندنا بليس في صنعاء وما بيستخدموش فذهب هذا المحور يتحالف مع إسرائيل نفسها إسرائيل لماذا؟ لأنها تعد في نظر الحكام العرب تعد بمثابة الحرز الواقي من اي مصير سيء. الحاكم العربي المستبد يقول في نفسه: من اراد ان يؤمن مصيره ويؤمن ملكه فعليه ان يتحالف مع اسرائيل لانها الحصن الحصين والحبل المتين لمن اراد البقاء على كرسي الحكم الى يوم الدين. إذا نحن أمام نموذجين إدراكيين للعالم لا بد أن نختار أحدهما لكي نفسر ما يجري هل ندرك العالم أو نتصوره باعتباره شخص مريض أم باعتباره امرأة حامل لأنه يختلف معنا الإدراك هنا وهنا تختلف نتائجه إذا قلنا إنه مريض فهذا يعني أنه سيشفى على الارجح بعد فتره وجيزه ونهيئ انفسنا للاستقرار على الوضع القادم كيف ما كان. واذا تصورناه امراه حامل فالارجح ان المتاعب لن تنتهي بعد. انا شخصيا متعب عندي مشكله في الحلق. فالمعذره. المتاعب الحاليه هي متاعب الحمل والمخاض الدولي امام متاعب الولاده. فقد تاتي هذه المتاعب على شكل حرب اقليميه او على شكل صراع جديد ينتهي بواقع مختلف جديد في الشرق حتى تركيا بتقول لن نسمح لن نسمح من الان وصاعدا لاحد بفرض الشروط في المنطقه رغما عنا. معنى هذا انه في لاعب قوي دخل في في اللعبه لابد ان ان يغير في قواعد اللعبه وفي شروطها. انا واحد من الذين يرشحون هذا السيناريو الاخير. سيناريو الصراع القادم وان المنطقه ستتغير في غضون ثلاث اربع خمس سنوات الى حد ما. كنت في حلقات ماضيه عديده قد تحدثت عن دوافع ومظاهر وشروط الحرب القادمه في العالم وفي منطقه الشرق الاوسط تحديدا وحوض البحر المتوسط بشكل خاص. تحدثت عن مشروع طريق الحرير الصيني الذي سيعد بمثابه اكتشاف راس الرجاء الصالح لما اكتشفوا رأجر راس الرجاء الصالح تغيرت طرق التجاره وتغير العالم القديم يبدو ان طريق الحرير الصيني سيغير العالم للمره الثانيه او الثالثه بما يترتب عليه من اثار اقتصاديه وسياسيه كبيره وكذلك تحدثت عن صراع بعض دول حوض البحر المتوسط على الغاز في غاز في شرقي البحر الابيض المتوسط بين الدول هذه المحيطه اليونان، تركيا، اسرائيل، لبنان، مصر. هذا الغاز هذه المناطق محل خلاف بين هذه الدول. هذا الخلاف قد تنشب عنه حرب في يوم من الايام او حتى في سنوات قريبه. لبنان بدأت التنقيب تركيا بعثت سفنها للتنقيب إسرائيل تحذر مصر تحذر بدون نحن نشوف تحالفات يعني كذلك تحدثت في حلقات ماضية عن أنا أعدد الآن شروط الحرب القادمة يعني ظروفها وعواملها وتحدثت أيضا كما قلت عن مخاوف الغرب الغرب والهند والصين مخاوفهم من الصعود التركي، هؤلاء ايضا يخشون الصعود التركي. لانه سيشكل نواه ربما على الارجح يخافون ان تتشكل نواه تحالف اسلامي يغير شروط اللعبه الدوليه في العالم والاقليم، ما انا قلت لكم من زمان لو اصبحت تركيا راس للعالم الاسلامي بالتاكيد ستطالب في الامم المتحده بحق الفيتو، هذا على الاقل <applause> امتلاك حق الفيتو بيد كتلة سياسية اسلامية سيغير اللعبة الدولية بالكامل سنكون امام عالم مختلف هم يحاولون يحاولون منع ذلك ويستخدمون العرب لإعاقة تركيا من الوصول إلى هذا إلى هذه هذه الثمرة أو إلى هذا المستوى ربما اللي سمع أردوغان أكثر من مرة كان بيتكلم على حق الفيتو وعن أنه الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليس ليس على ما يرام تقسيمات الترتيبات يعني شروط القوانين ليست على على ما يرام لانها تجاهلت كتله كبيره هي كتله العالم الاسلامي لكن طبعا هذه الدول لديها مشاكل مع الكتل السنيه ايضا يعني ذكرت انا ما قاله من قبل نصر ولي في كتابه صحوه الشيعة قبل كتاب صحوه الشيعة انا اقول هذه الدول مثل مثل الصين والهند وروسيا وغيرها متضرره من صعود تركيا ايضا بالرغم من التقارب الذي بينهم لكن هي متضرره لماذا؟ لان لديهم اقليات اسلاميه سنيه هذه الاقليات مضطهده هناك في الصين تحديدا في الهند الى حد ما في روسيا الى حد ما هذه الاقليات تبحث عن من يكف وراءها ويدعمها ولا يوجد دوله اسلاميه اليوم قادره على دعمها غير تركيا وهم يخافون انه هذا يصبح ظهور تركيا او صعودها يقوي من هذه الاقليات داخل بلدانها ولذلك تقريبا العالم كله متضرر من وجود تركيا الصاعده وهذا هو سر الحرب عليها وهم يحاربونها بطريقه مبتكره وقديمه يستعملون العرب في هذه الحرب. كنت ذكرت ايضا كتاب مهم لولي نصر اللي هو كتاب صحوه الشيعه وهو خبير ايراني امريكي في الشرق الاوسط وفي العالم الاسلامي وعميد كلية في جامعة أمريكية كتب عن في هذا الكتاب عن عصر الشيعة الجديد يقول انه القادم هو عصر الشيعة وتحدث عن طموحات ايران وعن شروط ظهورها يعني وفي تواطؤ غربي تجاهها أيضا ذكرت كتاب آخر مهم اللي هو كتاب استهداف أهل السنة اسمه هكذا استهداف أهل السنة هذا مش لكاتب مسلم بالمناسبة هذا كاتب لبناني مسيحي اسمه نبي الخليفة الدكتور نبي الخليفة قدم فيه تفسير واضح للهجمة التي تتعرض لها الكتلة السنية في العالمين العربي والإسلامي اللي ذكرتها قبل شوية قدم في هذا الكتاب مبررات الغرب والصين والهند وروسيا لاستهداف الكتلة السنية دون الشيعية لماذا يستهدفون السنة تحديداً؟ قال في هذا الكتاب بشكل مختصر انه كل دول او كل دوله من هذه الدول لها مشكله مع الكتلة السنيه عندهم سنه هناك في في, في هذه الدول اقليات تطالب بحقوقها كذلك آه ذكرت كتاب مستشرق الامن القومي السابق برجنسكي اللي اسمه لعبة الشطرنج الكبرى هذا الكتاب كان بمثابة نذير للعقل السياسي الأمريكي نذير يقول لهذا العقل بصريح العبارة كلابر القرن الواحد والعشرين سيكون قرن أسيوي إذا لم تتحرك أمريكا الآن وتفعل شيء تتحرك عن تسوي شغلها مؤامرات على تكتيكات وخطط هذه التكتيكات وهذه الخطط بتنعكس علينا احنا على مستوى الاوطان الصغيره ما بيخلوا لناش حالنا ما بيتركوناش ندير شؤوننا كما هي او يتركونا للف... لل... للفوضى يعني الخلاقه حتى على الاقل يتركونا للفوضى الخلاقه م... موافقين كل الاسف لا هم لازم يرتبوا كل شيء بايديهم بايديهم كل هذه الدوافع والشروط للصراع الدولي في منطقة الشرق الأوسط الإسلامي شرحناها هنا من قبل لكن يبقى السؤال هو ما الذي ينبغي أن نفعله نحن كمجتمعات إسلامية أو عربية لمواجهة هذه المخططات أو هذه التحديات قبل أن نقدم على شيء دعوني أقدم الإجابة وقبل أن أقدم الإجابة إجابة اجتهادية طبعاً دعوني أولاً أحدد موقفي أو الموقف من قضيتين الأولى هي نظرية المؤامرة والأخرى مشكلة ما يسمى بالآخر الآخر المختلف العدو أو المختلف عموماً في كثير من الأحيان عندما نتحدث عن تآمر بعض القوى المحلية والإقليمية والدوليه على مجتمعاتنا وثرواتنا ومقدراتنا. عندما نتحدث عن هذه المؤامره يعلق البعض علينا بالسخريه ويقول انتم واقعون تحت تاثير نظريه المؤامره مع انه لا يوجد مؤامره ولا في حد بيتامر عليكم غير انفسكم. ومع ان هذا الجزء الاخير من الكلام صحيح ما حد يعني احنا بنتامر على انفسنا بالفعل لكن هذا لا يعني ان الجزء الاول مش صحيح يعني هذه محتاج لبيان يعني وجود مؤامره داخليه ذاتيه لا يمنع وجود مؤامره خارجيه من البدهيات القول ان عالم السياسه ليس عالم الفضيله ومن ثم من المتوقع ان يكون عالم السياسه هو عالم التامر والتخطيط وهذا مش غريب، لا غرابة في ذلك. لكن النقاش هنا هو حول مستوى هذا التآمر. هناك من يعتقد بوجود مؤامرة كونية قديمة وشاملة وثابتة تستهدف الأمة أو العالم ويؤمن بأن محرك هذه المؤامرة هم اليهود. والذين يؤمنون بهذه النظريه عندهم ابرز نموذج لها هو كتاب بروتوكولات حكماء صهيون مصدقين لهذه البروتوكولات ويعتقدون فعلا ان اليهود يديرون العالم لا شك ان مثل هذه النظريه فيها مبالغه كبيره وانها تعطي اليهود مقام اكبر من مقامهم وتمنحهم صفات فوق فوق بشريه ولهذا رفض كثير من المثقفين في العالم رفضوا هذه النظريه وسخروا منها ووصل هذا الموقف الى المثقف العربي فاختلط عليه الامر يعني الناس اللي بيؤمنوا بالنظريه هذه او بيرفضوا النظريه الكبيره هذه اثروا على بعض المثقفين العرب فصار المثقف العربي اختلط عليه الامر وظن ان المثقف الغربي ينكر وجود مؤامرات سياسيه وهذا طبعا خطا فاحش المؤامرات والتخطيطات هي احدى قواعد اللعبه السياسيه في العالم ولا يمكن الاستغناء عنها، ما تقدرش تعيش سياسه بدون مؤامرات. لكن المؤامرات سميها مخططات مش مشكله. المؤامرات السياسيه الدوليه تختلف قليلا عن السرديات الكبرى للمؤامره. مثل سرديه البروتوكولات الصهيونيه، احنا عندنا نوعين من من السرديات المؤامره، السرديات الكبرى والسرديات الصغرى. يعني لما اقول ان السعوديه بتتامر على اليمن هذه سرديه صغرى معقوله لكن لما اقول اليهود بيحكموا العالم عن طريق بروتوكولات حكماء صهيون ولا نقول مثل هذا الامريكي اللي سوى كتاب من 500 صفحه حاول فيه ان يثبت ان الذين يحكمون العالم اليوم هم كائنات فضائيه تتشكل في هيئه انسان وانه واحده مثل زوجه بيل كلينتون هذه صاحبتنا اللي كانت رشحت للرئاسه الامريكيه آه قال انها في الحقيقه السحليه لكنها آه تتشكل في حقيقه في هيئه انسان آه وانه جورج بوش ايضا سحليه هذا قال لك جاءوا من كوكب من خارج الارض في قبل عشر ألف سنة وسقطت مركبتهم في العراق وخرجوا من هناك وكان لديهم قدرة ذاتية على التحول فتشكلوا في هيئة إنسان وحكموا العراق آنذاك هم السومريين وبعدين حكموا العالم وما زالوا عائلات معينة هي اللي تحكم العالم فالذي يحكم العالم الان حسب هذا الاخ الامريكي هي هي اسره اسره من السحالي تتشكل في هيئه انسان والعجيب انه 500 صفحه في الكتاب كلها تحاول اثبات هذا الكلام وتجيب دلائل من التاريخ من الجغرافيا من علم الاثار من ال يعني هذا نموذج للصارخ لنظريات المؤامره في سردياتها الكبرى ما من منه لكن في نظريات اخرى بسيطه هذه لا تستطيع ان تنكرها ولهذا اذا قلنا نحن نؤمن بوجود مؤامره فهذا لا يعني اننا نؤمن بالسرديات الكبرى على شكل هذه نظريه السحالي بل نؤمن بوجود مخططات سياسيه الدكتور عبد الوهاب المسيري وهو احد الذين فندوا نسبه البروتوكولات حكماء الصهيون الى اليهود قال انها ليست من صناعه اليهود وليست من انتاجهم وطبعا طبعا واحد من أشهر المختصين بدراسة الظاهرة اليهودية وربما هو أشهرهم آه هو يقول أن بروتوكولات حكماء صهيون نسبت, نسبت زورا وخطأ إلى اليهود اليهود ليسوا بهذه الإمكانات ولا بهذه القدرات ولا بهذا الذكاء تعالوا نستمع إليه في هذا المقطع يعني أنا أرجو أن تضم إلى هذا التصور أيضا ما يراه بعض الـ بعض من من يرى مصداقيه البروتوكولات ونسبتها لليهود انه مساله انه معظم الخطط والاشياء اللي وردت فيها طبقت كانها طبقت حرفيا، كانه فعلا مشروع اضرب مثلا اضرب لي مثل انا ما بعتقدش ان حد عرف البروتوكولات دي على فكره يعني مساله مثلا هيمنه طب قول لي قول لي مثل من نبوءات قول لي مثل من نبوءات هقول لحضرتك ظهور الراسماليه <سؤال> هو لا لا لا. بيتحدث لا لا, لا, لا مثلا هي, هي واحده في البروتوكولات بيتحدثوا ان هم المسؤولين عن ظهور الراسماليه لا لا ليس هذا نحن الذين طيب و... الثوره الفرنسيه ولا الثوره الفرنسيه ده هو بيقول ان هو المسؤول عن الثوره الفرنسيه <سؤال> الثوره البلشفيه طب... هو بيقول ان هو المسؤول عن الثوره البلشفيه يعني آه ل... الاباحيه هو بيقول هو المسؤول عن الاباحيه اقول لحضرتك انا لو... الواقع وهو مسؤول يعني... ايضا عن ظهور علم الاجتماع وقد احتفظ باسراره وطور علم الاقتصاد واحتفظ باسراره وطور علم السياسة واحتفظ بأسراره أي أيوة إنسان عاقل لا يمكن أن يصدق ذلك ده في الواقع في البروتوكولات بينسب إلى اليهود مقدرات الله سبحانه وتعالى ولذلك أنا بقول في دراستي الجديدة إن الإيمان بما جاء في البروتوكولات في شكل من أشكال الشرك لأنه بيقول في الواقع بيعطيهم طاقات غير عادية هو بيقول تقريبا إن, إن هو بيحيي ويميت م? أنا أشك تماماً إنه حد قرا البروتوكولات بعناية كافية لأنه نعم. أنا برضه في دراستي الجديدة حصرت النبوءات التي لم تتحقق وتفوق بكثير النبوءات التي تحققت في شيء يعني أشياء مثلاً من الهيمنة على الأجهزة الإعلام وعلى الاقتصاد العالمي فعلاً في يعني في أشياء في شواهد أيضاً لا تقبل الجدل يا دكتور يعني لا, لا تقبل, تقبل الجدل تقبل مم. الجدل هل هم فعلاً مسيطرين على الإعلام؟ المسألة محتاجة لدراسة نعم. من دراسة الإعلام في الولايات المتحدة وكان صحيح اليهود مسيطرين عليه طيب في الاونه الاخيره تزايد عدد غير اليهود في الاعلام هل ده السياسه بتاعت الاعلام الامريكي بالعكس ازداد شعراس ضدنا كلام الدكتور المسيري له حيثيات مقدمات يعني علميه رصينه عندما رفض نسبة بروتوكولات حكم الصهيون إلى اليهود لا مجال الآن لسرد هذه الحيثيات لأنه مش موضوعنا الشاهد فقط هو ان المثقفين الكبار الذين يرفضون نظريه المؤامره انما يرفضون هذا النوع من النظريات الرومانسيه المثاليه الخياليه النوع الذي أسميه السرديات الكبيره للمؤامره مثل سرديات ايضا روايه شفرة دافنشي لمن قرأها شفرة دافنشي وغيرها من روايات الروايه الامريكي دم براون اللي حاول يصور فيها في شفره دافنشي دا دافنشي كود حاول يصور فيها الماسونيه وكانها سر البشريه الاعظم، لكن رفض هذه النظريات طبعا لا يعني انكار وجود المؤامره نفسها والا فلماذا اخترع الانسان كلمه مؤامره كذا من قاصرها ناخذها من قاصرها. لماذا اخترع لها اسما اذا لم تكن موجوده؟ لماذا اخترعت البشريه او كل اللغات اسم المؤامره اذا لم تكن هناك مؤامره بالمره الا اذا كان الانسان قد عرفها. هذا بالنسبه للموقف من قضيه المؤامره، اما بالنسبه لقضيه الاخر المختلف المختلف عنا حضاريا ودينيا وثقافيا مثل الصين او الغرب او روسيا بالنسبة لهذه القضية، أود القول إنه لم يكن لدينا نحن العرب نظرية واضحة في النظر إلى هذا الآخر وكيفية التعامل معه. لأننا من البداية لم نقدم إجابة واضحة على سؤال من نحن؟ من نحن؟ وماذا نريد؟ عرفنا أنفسنا أحيانا بأننا مسلمون. وأحيانا بأننا عرب. وأحيانا بأننا عالم ثالث. وكل وصف من هذه الأوصاف له تبعات خاصة وفلسفة خاصة وطريقة خاصة في إدارة الحياة، حتى لا أقول طريقة مختلفة. ولهذا إحنا العرب والمسلمين لم نقدم إجابة واضحة على سؤال ماذا نريد. وطبعا سؤال من نحن أو سؤال ماذا نريد ليس مجرد سؤال ينتظر اجابه بل هو سؤال تتحول اجابته الى برامج في الثقافه والتربيه والتعليم والقرار السياسي سؤال مثل هذا هو الذي سيحدد ايضا من هو الاخر بالنسبه لك هويه الاخر المختلف عنك من هو بالنسبه لك يعني حين اعرف نفسي بعرف الاخر حين اعرف نفسي من خلال ديني واقول انا مسلم، هذا يعني اني سأرى الاخر من منظور ديني، واقول هذا يهودي وهذا مسيحي وهذا بوذي وغيره. اما حين اعرف نفسي بطريقه عرقيه مثلا واقول انا يمني حميري او فرعوني مثلا، هذا يعني ان الاخر المختلف عني هو صاحب العرقيه الاخرى حتى لو كان مسلم او عربي. حين أعرف نفسي بالهوية الثقافية باعتباري عربي أن العروبة هوية ثقافية ماشي عرق بعض الناس يتصور أن العروبة العرب عرقية معينة إثنية لا هي ليست عرقية العرب هم عبارة عن كيان ثقافي مش عرقي كل من ينطق العربية فهو عربي حتى لو كان من أصول فارسية أو كردية أو أي شيء واللغه طبعا ثقافه تتحول هي ثقافه في حقيقه الامر وهذا كما قلت اي تعريف من هذا النوع تعرف بنفسك سيتحول الى برامج التربيه والتعليم والثقافه والسياسه برامج في التربيه والتعليم والثقافه والسياسه وانا هنا لست بصدد اختيار الاجابه المناسبه لهذه الاسئله. وانما اريد القول ان تحديد الهويه القوميه لابد ان يغير من سلوكي تجاه الاخرين والنظر اليهم، لما انا احدد هويتي بطريقه ما هذا اكيد سيغير سلوكي مع الاخرين. من خلال هذا يتحدد موقعنا في العالم. لما تقول انا عربي او حميري او أنا مسلم، أنت بتحدد موقعك في العالم. ولعلنا الآن نحن العرب في أمس الحاجة إلى تغيير سلوكنا ونظرتنا إلى العالم. من خلال إعادة تعريف أنفسنا للعالم. مش باعتبارنا عرب أو مسلمين فقط، بل باعتبارنا أيضاً وفي المقام الأول إنسانيين. ننتمي إلى شجرة الإنسانية هذه. الوارفة الكبيرة ومن ثم فإن نظرتنا إلى الآخر المختلف سواء كان مختلف دينيا أو عرقيا أو ثقافيا نظرتنا سيؤطرها منطق الأخوة البشرية هذا الآخر هو أخي في البشرية هكذا سأراه وعلي أن أتصرف باعتبار هذه الحقيقة باعتبار أنه أخ في البشرية حين أتصرف بهذا الاعتبار ستكون نظرتي للآخر وسلوكي معه سيكون أكثر تسامحا وسيكون هو نفسه أكثر تقبلا لي لأني لا أتعالى عليه بمنطقة الدين مثلا ولا أعزل نفسي عنه تحت مبرر الطهارة والنجاسة نحن طاهرون وهم أنجاس ولا تحت مفهوم الولاء والبراء اللي مش فاهمين اللي جماعتنا مش فاهمين باختصار هويتنا يجب أن تتحدد من خلال عدد من الدوائر المتداخلة في دوائر كذا دائرة داخل دائرة داخل دائرة الدائرة الكبرى في هذه الهوية هي دائرة الإنسانية نحن ننتمي إلى الإنسانية ثم تأتي بعد ذلك الدوائر الصغرى دائرة العروبة أو دائرة الإسلام ثم العروبة ثم غيرها هذه الدوائر المتداخله محتاجه نظريه توفق بينها وتشوف متى تتقاطع، متى تختلف، متى تنسجم، وكيف نتصرف في كل حاله. احنا ما عندناش هذه الدوائر بصوره مدروسه، لها فلسفه واقعيه واضحه، ما ما فيش. والان ما الذي ينبغي علينا ان نفعله لمواجهه مصيرنا في المستقبل كامه عربيه من ناحيه او كامه اسلاميه؟ او كيمنيين لمواجهه التحديات التي تحيط بنا نحن بحاجه الى خطه تتعامل مع المدى القريب والمدى الطويل البعيد على المدى القريب نحتاج الى تهيئه الملعب لتحقيق شروط نجاح الخطط المستقبليه اذا عندك خطط للمستقبل لازم تهيئ لها الملعب من الان اذا اردت ان تكون امه محترمه في المستقبل ينبغي ان تؤسس من الان اذا كانت خططنا بعيده المدى تهدف الى جعلنا امه والى جعلنا امه ناجحه وناميه ومتصالحه مع الاخرين فينبغي ان نزيل اسباب التخلف والصراع من الان وابرز عوامل التخلف والصراع هو الاستبداد ابن الكلب ده اللي احنا كل مره بنتكلم عليه الاستبداد ينبغي على المدى القريب وفي هذه اللحظه الا نسمح بعوده الاستبداد للحكم مره اخرى مهما كانت التضحيه لان الاستبداد هو المصير الاسوا على الاطلاق اسوا حتى من التقسيم والاحتلال هذا بالنسبة لنا كعرب عامة أما بالنسبة لنا كيمنيين فهناك إضافة لابد أن نضيفها الاستبداد وشيء آخر ينبغي أن نضع هدفين نحن اليمنيين أساسيين في, في هذه المرحلة هما شرط نجاح أي خطة مستقبلية للتقدم والنمو والحياة الكريمة الهدف الأول هو منح عودة الاستبداد من خلال تفتيته تفتيت السلطة تحديدا بأي طريقة من الطرق الفدرالية هي إحدى هذه الطرق طريقة تفتيت السلطة لأن السلطة المركزة مثل السم القاتل في البلدان العربية أثبتت فشلها استبداد والاستبداد هو سر تخلفنا طوال هذه القرون هذا هدف أول الهدف الثاني هو منع قيام كيان طائفي في اليمن باي شكل من الاشكال. الحوثي يحاول تشكيل كيان طائفي على شاكله حزب الله في لبنان. السعوديه والامارات يدعمونه في ذلك بالمناسبه وايران هو محظوظ عموما هذا هذا الكيان محظوظ هو الكيان الاسرائيلي محظوظان. أقليات ضعيفة بسيطة لكن معها دعم دولي عجيب يعني بيسهل لها الأمور وب... ومستواها جيوب جيوب مش شرط أن تكون دول إذا كانت دول كويس يعني أمريكا ما عندهاش مانع بريطانيا يا ريت إذا كان الحوثي دولة يا ريت لكن في نهاية المطاف علينا إذا ما قدرناش نخليهم دولة على الأقل نخليهم جيوب جيوب مثل جيوب إيش؟ مثل جيب سرطاني ها؟ جيب ما فيش جيب مالي طبعا يعني جيب مشاكل زي حزب الله في لبنان وما شابه ذلك وهذا لو حدث لا قدر الله في اليمن سيكون مسمار مسموم مش مسمار بس مسمار مسموم في خاصره اليمن لن تشفى منه ابدا لان الكيانات الطائفيه اذا دخلت من الباب على طول الديمقراطيه والتنميه والحياه الكريمه والمستقره تخرج من الشباك تقفز من الدور الرابع. من حق الناس ان يختاروا ما يشاؤون من العقائد والافكار طبعا، ما عندناش مانع. ان شاء الله يعبدوه في ايران. مش الا عبد الملك واجداده. لكن بشرط ان تتسلح ان لا تتسلح هذه العقائد والافكار. تكون مدنيه. اعترف ما شئت ما شئت من الافكار لكن بشكل مدني بدون سلاح لان هذه الافكار اذا تسلحت فان الحرب الاهليه ستصبح مساله وقت كل شويه نجددها اليمن لا يمكن ان تكون شيعيه بالكامل في يوم من الايام ولا يمكن ان تكون سنيه في يوم من الايام بالكامل لانه على الاقل في ملحدين معنا بالعشر بالمئات بالالاف اذا ما كانش في شيعة وما يمكنش تكون شيء غير انها يمن اليمن مثل غيرها من البلدان ستكون بلدا متنوعا نسبيا متنوع في المذاهب السياسية والدينية والسياسية ومن ثم فإن أي فصيل يستدعي القوة لفرض نفسه فإنما يدعو الآخرين لاستدعاء القوة أيضا سباك تسلح يصبح عندنا وبهذا تكون الحرب الاهليه راقدها على الباب تنتظر من يوقظها هذا ما ينبغي ان ندركه الان ونحن على ابواب تسويه سياسيه قبل فوات الاوان تسويه سياسيه يسعى فيها الامريكان والبريطانيون الى تاسيس واقع طائفي خطير في اليمن حتى لو كان جيب حوثي كما فعلوا من قبل ايام الاستعمار حين مكنوا بعض الطوائف الاقليه من حكم بلادها مثل ما هو الحال في سوريا مثلا خلينا ناخذ النموذج هذا في سوريا الاستعمار الفرنسي والروسي وغيره مكنوا الاقليه العلويه من السيطره على سوريا لتكون شوكه في خاصره تركيا وفي خاصره العراق ولأسباب أخرى طبعا مكنوا من بينها حماية إسرائيل طبعا هذا الكلام قد يقال هذه مبالغة هذه دولة معادية لإسرائيل طيب ما كان من الممكن أن يقوم النظام الطائفي في دمشق بهذا الدور بصورة صريحة دور الدفاع عن إسرائيل كان لابد أنه يلبس يظهر بمظهر عروبي رافض لإسرائيل علشان يؤدي الدور بشكل جيد مثل ما بيفعل الحوثي اليوم الان الحوثي ايش بيسوي؟ بيقول لك الموت لامريكا واذا بالصحف الامريكيه تفتح له لمحمد الحوثي ابوابها للكتابه في واشنطن بوست نفسها تستكتبه ويكتب عندها قاتل الصحفيين وقاتل الاطفال وقاتل الناس و... تفتح له ابوابها للكتابة. الموت لامريكا والموت لإسرائيل مع أنه الآن لا أحد يكف مع غير أمريكا وإسرائيل وبريطانيا هم اللي بيحموه اليوم من اللي بيحميه في في الحديدة اسألوا جماعة المؤتمر وما يقولوا لكم يعني مثل ما يفعل الحوثي الآن نفس الخطة في حين أن واقع النظام السوري أنا قلت أنه النظام العربي السوري يزعم أنه نظام عروبي هذا بس علشان يمرر مهمته في حماية إسرائيل في حين أن واقع هذا النظام كان مختلفا سلوكه على الأرض كان مختلف كان دائما ضد القضية الفلسطينية في الواقع يعني في الأشياء وضد سقوط إسرائيل وله تاريخ في 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 حرب الفصائل الفلسطينية وفي تحطيم قوتها في لبنان تحديداً له تاريخ وهناك قصة يرويها صدام حسين نفسه عن دور نظام حافظ الأسد الطائفي في عرقلة دخول القوات العراقية إلى فلسطين أظن في حرب سبعة هو اللي منعها من دخول من دخول إسرائيل منع القوات العراقية مع أن القوات العراقية هي التي حمت دمشق حينها من الوقوع في يد الإسرائيليين لكن الحسابات الطائفية لدى حافظ الأسد تغلبت على الحسابات الأخرى هذه الحسابات الطائفية نفسها هي التي دفعت للتعاون مع إيران أيام الحرب مع العراق وهي اللي دفعتها الحسابات الطائفية هي اللي دفعت للوقوف مع أمريكا ومع الخليج اللي مختلف معهم أصلا الوقوف معهم في حرب في حرب الخليج الثانيه في غزو العراق بعد غزو العراق فكان دائما هذا النظام العلوي الطائفي ضد النظام العراقي وهذا هو اللي جاء من اجله وضد النظام التركي ايضا تعالوا نستمع الى القصه من فم صدام حسين نفسه استدار حركنا الدبابات قطعت مئات الكيلومترات على السرف لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق كان بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقته وتصريحا اللي كان يريد يتفدى في دمشق وبعد ما اكتمل تحشد ثلاث فرق زائدا لواء نواب مثلنا وكان كل شيء مهيأ معد كل الترتيبات للمباشرة بهجوم مقابل يقوم بالجيش العراقي بالدرجة الأساس فرق بالساعات أظن ساعتين جت الأوامر من نظام سوريا وقف الهجوم ووافقوا على وقف النار وعلى الجيش العربي والمرارة في نفوسنا جميعا لأنه ما أعطى الفرصة لأن يطهر الأرض العربية من أقدام الأجنبي هي التي أضعفت العراق وقدمته لقمة سائغة للأجنبي الطائفية والطائفية هي التي أضعفت لبنان وخربت مستقبل بعد أن كان مرشحاً ليكون انجح البلاد العربية. لأن الطائفية بطبيعتها ميالة للاستبداد والاقصاء. وهذه هي عوامل الخراب الأساسية في المجتمعات. ما ينبغي أن نفعله إزاء هذا التحدي هو منع قيام حالة طائفية إقليمية في اليمن. لا ينبغي أن نسمح بمرور مخطط التقسيم الطائفي الذي يفكر فيه الأمريكان والبريطانيون وربما عرب الجوار أيضا. نعم للسلام. كما قلنا مرارا، نعم، لكن وفق مبادئ السلام الاساسيه والسلام الضروري والسلام الدائم والمستدام. اللي هي الجمهوريه والديمقراطيه. عندما نقول الديمقراطيه فانما هذه الكلمه تحمل اثبات لمعاني ونفي لمعاني اخرى. هي تعني على مستوى الاثبات الاعتراف بحقوق الانسان على قاعده المساواه بين اليمنيين. وعلى مستوى النفي هي تعني عدم القبول بالاستبداد والخيار الطائفي. نحن اليمنيون نحتاج في هذه المرحلة إلى أن نضحي من أجل المستقبل، أن نتمتع بحس استراتيجي، ينظر إلى الأفق البعيد لا إلى ما بين قدميه، البعض منا ينظر إلى حدود قدميه، متر في متر وربع ويريد إنهاء الحرب على أي جنب كان في الله مسرحي، لكي يعيش ويستمتع بما تبقى من حياته، هذا النوع الأناني من الناس يلحق الضرر الكبير بمستقبل البلد. وهنا تحضرني تحضرني القصة الشهيرة لراعي الأغنام الذي تسبب في اعتقال الثائر الكوبي تشي جيفارا جيفارا هذا الذي اعتبرته مجلة التايم الأمريكية من ضمن المئة شخصية الأكثر تأثيرا في, في القرن العشرين هذا الرجل نذر حياة للثورة من أجل الفقراء البسطاء في دول أمريكا الجنوبية ضد استغلال الرأسمالية الأمريكية الامبريالية الأمريكية في نهاية الأمر هذا الرجل سقط بوشاية من شخص فقير من اللي بيقاتل من, من, اجلهم راعي اغنام من الذين كان يقاتل في سبيلهم بعد القبض عليه في مخبأه الاخير بوشايه من هذا الراعي سأل احدهم الراعي الفقير قالوا له لماذا وشيت برجل قضى حياته في الدفاع عنك وعن حقوقكم اجاب الراعي كانت حروبه مع الجنود تروع اغنامي كانت الحروب حقه تزعج اغنامي كانوا يهم أغنامي فقط الراعي الاناني كان يهم اغنامه ولتذهب امريكا اللاتينيه الى الجحيم ولهذا صدق محمد رشيد رضا عندما قال الثائر لاجل مجتمع جاهل هو شخص اضرم النيران بجسده كي يضيء الطريق لشخص ضرير اعمى الى هنا تنتهي حلقه اليوم ارجو ان القاكم في الاسبوع القادم في امان الله